نتواجد الآن بكلية الحقوق بمكناس في إطار الدورات التكوينية الخامسة اللي صار على تنظيم الفضاء الجمعوي لفائدة مجموعة من الطلبة ديال الدكاترة اللي زيقوا الدكتور ديالهم كذلك المصدر، مجموعة كذلك من الفاعلين الترابيين بالجماعات الترابية المستهدفة بالإضافة إلى فعاليات المجتمع المدني. الدورات السابقة تمت الاستفادة منها من خلال مجموعة ديال الدعامات فكرية وتربوية وتأطيرية وتكوينية اللي قاموا بها مجموعة ديال المؤطرين على مستوى مدينة مكناس. كذلك اليوم احنا في الدورة الخامسة فيما يخص ميزانية الجامعة، الآن للأشغال ربقة مستمرة لفائدة المستفيدين والمستفيدات من هذه الدورة. فالفضاء الجمعوي يهدف من خلال هذه الدورات إلى أولا تعميق الوعي بالمجال وبالأشغال وبكل الدعامات اللي تتهم المجال الترابي والتدبير الترابي بالجماعات الترابية. كذلك عندنا في هذا المشروع يستهدف كذلك 5 ديال الجماعات الترابية في عملات مكناس. الآن بالنسبة لنا هذه آخر دورة تكوينية مجال اللي تهم الميزانية التدبيرية ديال الجماعة الترابية بكل فصولها بكل قوانينها، وهذا غادي يكون يعطي قيمة مضافة الإخوة والأخوات الحاضرين والحاضرات معنا، خصوصا المنتمون للمجالس الترابية والهيئات المساواة وتكافؤ الفرص، بالإضافة كذلك إلى الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه. نتمنى بأن هذه الدورة تعطي نتائج إيجابية، خصوصا بأننا مازال مقبلين على خرجات المجموعة ديال 5 جماعات عملات مكناس باش نكملوا الأنشطة ديالنا، واللي نتمنى بأن نحصلوا في النهاية على واحد الأثر إيجابي طيب لكل الدورات التكوينية اللي يمكن تحصل فيها استفادة للجميع. ونتمنى بأننا تكون مشاريع أخرى هادفة لنفس الجهات سواء على المستوى الترابي أو على مستوى الشراكة المبرمة مع الجامعة ومجلس عملات مكناس، اللي بالمناسبة هذه المناسبة نشكر كل القائمين سواء على مستوى كلية الحقوق السيد العميد سيد الكاتب العام والمؤطرين، كذلك على مستوى مجلس عمالة مكناس رئيس مجلس العمالة والأطور الإدارية المشتغلة اللي ساهموا مدونا كل التسهيلات باش تكون ونجزوا هذه الدورة في أحسن الظروف. ندرجوا هذا اللقاء وهذه الأوراش التكوينية في إطار تعزيز مؤهلات الفاعلين الأكاديميين والتربويين متعلقة بمالية الجماعات الترابية وخاصة ميزانية الجماعات الترابية، لأنه موضوع إشكالي وشائك يثير كثير من الخلافات. كما ترون مجموعة من النزاعات وقعت على مستوى المحاكم وخاصة بين المنتخبين وسلطات الرقابة الإدارية. إذن هذا الموضوع يتطلب مقاربته من الناحية القانونية أولا لضبط القواعد المنظمة لهذا المجال، وثانيا مقاربته أيضا من ناحية غير قانونية، يعني كما يمكن أن نقول سوسيولوجية ثقافية وغيرها من الأبعاد التي يمكن أن يعرف هذا المجال في أفقي. كما قلت تقوية مؤهلات وتعزيز مؤهلات الفاعلين الأكاديميين والترابيين باعتبارهم معنيين مباشرة بالتأهيل على هذا المستوى وبمقاربة الموضوع من عدة نواحي في أفق خلق حكامة مالية في التدبير المالي على مستوى الجماعات الترابية طبقا لما قرره الدستور وطبقا لمسلسل الإصلاح الذي اعتمده المغرب منذ مدة طويلة. بالنسبة للدورة التكوينية اللي احنا بصددها اليوم اللي كتهم موضوع الميزانية الجماعية،
هذه الدوره هذه اللي كتعتبر هي الدوره الخامسه من مجموعه الدورات التكوينيه التي نفذها الفضاء الجمعوي والتنميه التشاركيه بشراكه مع مجلس عماره مكناس وكذلك كليه العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه بمكناس وبدعم من الصندوق الوطني للديمقراطيه. فهذه الدوره هذه يعني اللي كتهدف الى تعزيز وتقويه قدرات يعني الفاعلين اللي هما الطلبه الباحثين وكذلك الهيئات الاستشاريه والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني يعني بخمس جامعات ترابيه اللي هي سيدي سليمان ملكيفان، مجاط، جامعه تخيسا، وجامعه واد جديده، وكذلك جامعه الشرقاوي. هذه الدوره هذه كتهم شقين يعني من من من, من المحاور ديالهم. الشق الاول اللي كيهم المفاهيم الخاصه بالميزانيه ديال الجامعه، وكذلك الشق التطبيقي اللي كيهم يعني كيفيه اعداد الميزانيه وكيفيه يعني الاجراء ديالها وكيفيه التتبع ديالها والتقييم ديالها على مستوى الجامعات الترابيه الثلاث اللي هي الجهات والجامعات والمجالس العامات والاقاليم وكذلك الجامعات الترابيه. بالنسبه لهذه الدوره هذه يعني كنعتبروها هي يعني كمسار اخير يعني في المشروع اللي هو تعزيز التشاور الترابي المجالي، وكذلك هذه الدوره هذه اللي كتعتبر يعني محطه اساسيه واساسيه جدا يعني يعني لتعزيز يعني القدرات ديال هاد الفاعلين هادو اللي غادي من بعد غادي ننتقلوا معهم للمحطه الثانيه اللي هي محطه يعني المحطه ديال الزيارات الميدانيه والتشاوريه داخل هذه الجامعه الترابيه لتنفيذ ما تم تلقينه خلال هذه الدوره التكوينيه الخمس واللي كانت صراحه مهمه ومهمه جدا بشهادات يعني المشاركين وكذلك الاطر يعني ديال الطلبه الباحثين وكذلك المنتخبين والهيئات الاستشاريه. هذه الدوره التكوينيه جاءت بناء على دورات تكوينيه اخرى قد سبق وتم عقدها داخل الكليه، كان اهمها مقتضيات القانون الاطار 113/11 حول ميكانيزمات الديمقراطيه التشاركيه، كذلك اعداد برنامج هيئه المساواه وتكافؤ الفرص ومقاربه النوع، وبناء تحالفات وتشبيك بين مختلف الفاعلين في اطار تنزيل مضامين المشروع تعزيز التشاور الترابي المجالي الذي يجمع بين مختلف الشركاء. الهدف منه او الغايه منه هو تبادل الافكار والمعارف في مختلف المجالات التي تهم التنميه التشاركيه بين الاكاديميين وبين المهنيين. اذا الهدف من هذه الدوره التكوينيه حول ميزانيه الجامعات الترابيه، الهدف منها على وجه الخصوص هو تمكين جمعيات المجتمع المدني وطلبه الدكاتره الباحثين كلهم حسب تخصصه وموظفي الجامعات والمنتخبين من القيام بالادوار المنوطه بهم دستوريا، سواء تعلق الامر باعداد وتنفيذ وتتبع السياسات العموميه.